بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس السادس. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله سبحانه في الآيات السابقة أولياءه الذين يحبهم ويحبونه ذكر في هذه الآيات طائفة من أولئك من أولياء الله الذين يحبهم ويحبونه، فقال سبحانه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إخبار منه سبحانه وتعالى بأنه اصطفى أي اختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. اصطفى آدم أبا البشرية، اختاره
وخصه بخصائص وكرامات. أولا أنه خلقه بيده سبحانه وتعالى، ثانيا أنه أسجد له ملائكته تكريما له، ثالثا أنه علمه الأسماء كلها، ظهر فضله على الملائكة على غيره بالعلم، ومنها أنه أسكنه الجنة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كرامات عظيمة. هذا ما خص الله به آدم عليه السلام. ونوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض لما حدث الشرك، لما حدث الشرك في قومه بسبب الغلو الصالحين، كان منهم رجال صالحون يحبونهم، فماتوا جميعا، مات هؤلاء الصالحون جميعا، فحزنوا عليهم وفقدوهم، فجاءهم الشيطان وقال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم فتنشطوا على العبادة. وهو يريد بذلك مغزا بعيدا لعنه الله، لكنه ظهر لهم بمظهر المشير الناصح والذي يرشدهم إلى الاستمرار في عبادة الله سبحانه وتعالى. فقاموا وصوروا صورهم ونصبوها على المجالس، ولكن كان وقتهم وجيلهم فيه علماء، لا يستطيع الشيطان أن يغري الناس بعبادة هذه الصور لوجود العلماء. فهو انتظر إلى أن مات هؤلاء العلماء، ثم إنه جاءهم وقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها يسقون المطر، زين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله، فحدث الشرك في الأرض من ذلك الوقت، وإلا كان الناس قبل ذلك على التوحيد بعد أبيهم آدم عليه السلام، كانوا على التوحيد. فلما حدث الشرك بسبب الغلو الصالحين أرسل الله نوحا عليه السلام إليهم يدعوهم إلى الله وينكر عليهم عبادة غير الله عز وجل، فهو أول رسول إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك. وقد خصه الله بخصائص منها هذه، أنه أول رسول إلى أهل الأرض، أول رسول، وإلا قبل أنبياء لكن هو أول رسول.
والثانية أنه استمر على الدعوة إلى الله وصبر، وقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، وصبر على ذلك واستمر ولم ييأس. وذكر الله عنه مواقفه معهم في مواضع من القرآن، ومنها ما ذكره في سورة نوح كاملة كلها في قصة نوح مع قومه، وأنه ما ترك مجالا للدعوة إلا وطرقه معهم، ولكنهم عتوا وتمردوا وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني لا تذرن عبادة غير الله، عبادة هذه الصور، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء الصالحين الذين عبدوا صورهم لما غلوا فيهم، فدل هذا على أن الغلو في الصالحين يؤدي إلى الشرك، فلا يجوز الغلو في المخلوق ولو كان نبيا أو كان من الصالحين، لا يجوز الغلو فيه ورفعه عن منزلته إلى منزلة الربوبية والاعتقاد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله، لا يجوز هذا، هذا شرك بالله عز وجل. ودل على خطر الصور وتعليق الصور وأنه وسيلة إلى الشرك والغلو في أصحابها، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحذر من الصور والتصوير، ويحذر من تعليق الصور خوفا من أن يفضي هذا إلى ما حصل لقوم نوح، فإن الشيطان حاضر، الشيطان الذي كان مع قوم نوح هو حاضر ويمارس مهنته القبيحة مع بني آدم، فلا يتساهل في هذا الأمر. وسماه الله عبدا شكورا، سماه الله عبدا شكورا، قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فكون مع كونه صبورا على الدعوة إلى الله عز وجل فهو شكور لنعم الله عز وجل، فهذا من مزاياه وصفاته عليه الصلاة والسلام، ولذلك اصطفاه الله. وآل إبراهيم، آل إبراهيم ذرية إبراهيم اصطفاهم الله سبحانه وتعالى إكراما لإبراهيم الذي له المواقف العظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل، أنه أنكر عبادة التماثيل وكسرها بيده وصبر على البلاء وألقي في النار وصبر، ثم إن الله امتحنه بذبح ابنه، أمره بذبح ابنه الوحيد الذي رزقه الله إياه على الكبر، أمره بذبحه فامتثل أمر الله وبادر بتنفيذ أمر الله، ولكن الله جل وعلا نسخ ذلك
لما ظهر صدق إبراهيم وإيمانه وأنه عزم على ذبح ابنه طاعة لله سبحانه، مع أنه يحبه أشد الحب، لكن لما أمره الله بادر بامتثال أمر الله، ثم إن الله نسخ ذلك وفدى إسماعيل بذبح عظيم، فديناه بذبح عظيم كبش من الجنة جاء به فذبحه فداء لولده، فصار سنة في ذريته في الأضحية التي يتقرب بها المسلمون في يوم العيد وما بعده، اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأمره الله أن يأتي بهذا المولود وهو صغير مع أمه، وأن يضعهما في هذا الوادي، هذا الوادي الذي لم يكن فيه ماء ولم يكن فيه سكان، فامتثل أمر الله وجاء بالغلام وأمه ووضعهم في هذا المكان امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم لما كبر هذا الغلام بلغ معه السعي أمره الله بذبحه كما سبق ابتلاء وامتحانا. فهذه مواقف الخليل مع ربه سبحانه وتعالى، امتثاله لأوامره، امتثاله لأوامره وصبره على طاعة الله. ثم إن الله جل وعلا أكرمه فجعله للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما، فجعله إماما للناس، قدوة في الخير والطاعة. ثم أكرمه أيضا بأن جعل الأنبياء كلهم من ذريته، الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، وأعظمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فهذا ما اصطفى الله به إبراهيم، وهذه أسباب اصطفائه له وتكريمه له عليه الصلاة والسلام. وآل إبراهيم. البيت الرابع آل عمران، وفيهم مريم، وفيهم عيسى ابن مريم، فيهم مريم وابنها عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، هؤلاء من آل عمران. وعمران عالم من علماء بني إسرائيل، عالم عابد تقي. ولما مات كانت امرأته حاملا، كانت امرأته حاملا، فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت لك، النذر هو التزام الطاعة، أن تنذر طاعة لله، إما صدقة وإما صلاة وإما حج وإما عمرة، هذا النذر تلتزم لله جل وعلا بطاعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. امرأة عمران
نذرت لله هذا الحمل أن تفرغه لعبادة الله محررا، يعني مفرغا لعبادة الله ولخدمة بيت المقدس، لخدمة بيت المقدس، هذا ما نذرته امرأة عمران أن مولودها محرر يعني مخلص لعبادة الله عز وجل ولخدمة بيت المقدس. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، هي تريد أن يكون ذكرا لأن الذكر أقوى على الخدمة وعلى العبادة من الأنثى، ولكن الله يعلم سبحانه وتعالى ما يكون من شأن هذه المولودة. قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني كأنها تتأسف من أن لا يكون المولود ذكرا ليكون نفعه أكثر، كأنها تتأسف وتتألم. ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، على قراءة بما وضعت، فيكون هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، أي أن الله يعلم من هذا الذي وضعت ما لا تعلمه هي، يعلم من شأنها وما يكون لها ما لا تعلمه هي. وفي قراءة والله أعلم بما وضعت، يكون هذا من كلامها هي، أي أن ليس معنى قولها إني وضعتها أنثى أنها تخبر الله جل وعلا، لأن الله يعلم، وإنما قالت هذا من باب التألم في أن الأنثى أقل نفعا من الذكر، هذا ما تريده، والله أعلم بما وضعت أو والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، الله جل وعلا جعل الذكر خيرا من الأنثى لما فيه من المنافع العظيمة والقوة والجلد، أما الأنثى فهي ضعيفة، الأنثى ضعيفة، فجنس الذكور أفضل من جنس الإناث، وإن كان في الإناث الأفراد، في أفراد الإناث من يكون أفضل من كثير من الذكور، من حيث الأفراد قد يكون في الإناث من هو خير من كثير من الذكور، أما بالنسبة للجنس فالذكور أفضل من الإناث، وليس الذكر كالأنثى. وهذا فيه رد على الملاحدة ومن تأثر بهم اليوم إلى الذين يريدون أن يسووا المرأة بالرجل، الله جل وعلا يقول وليس الذكر كالأنثى، هم يقولون لا الأنثى مثل الذكر، الأنثى مثل الذكر، محادة لله سبحانه وتعالى ولي ومحادة للواقع، فإنه معلوم وكل أحد يعرف أنه ليس الذكر كالأنثى، هذا واضح، لكنهم يغالطون يقولون لا المرأة مثل الذكر،
ويريدون أن تساوي الذكر في كل شيء، فيغير الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهذا كفر بالله عز وجل، محادة لله وتغيير للفطرة التي فطر الله عليها الناس وللخلقة التي خلق الله عليها الذكر وخلق عليها الأنثى. فهم يقولون الأنثى مثل الذكر، لو قلت لأحدهم أنت مثل الأنثى، لو قلت لأحدهم أنت مثل الأنثى لغضب غضبا شديدا، فكيف إذا قيل له أنت مثل الأنثى يغضب وهو يقول للأنثى مثل الذكر؟ هذا من باب المغالطة، سأل الله العافية. وليس الذكر كالأنثى، قالت وإني سميتها مريم، هذا فيه مشروعية تسمية المولود أول ما يولد، وأن ذلك من حق أبيه أن يسميه، وكذلك الأم أن تسميه إذا كان أبوه ميت ولا ما يعني غير موجود، فالأنثى فأمه تسميه، أمه تسميه، المهم أنه لابد من تسمية المولود. ويختار له الاسم الحسن، قد قال صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فيعبد لله، هذا أحسن شيء أن يعبد لله، عبد الله عبد العزيز عبد الكريم، وهكذا يعبد لله عز وجل عبد الحكيم، فيعبد لله، هذا أفضل الأسماء، أو عبد الرحمن أو عبد الرحيم أو عبد الحليم، هذا أفضل الأسماء أنه يعبد لله عز وجل، ولا يجوز أن يعبد، يحرم أن يعبد لغير الله كعبد الحسين أو عبد الكعبة أو عبد الرسول، لا يجوز، حرام أن يعبد لغير. قال الإمام ابن حزم رحمه الله أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، حاشا عبد المطلب، فلا يجوز تعبيد الاسم لغير الله، حرام ويجب تغييره. إذا وجد من يسمى عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد الأمير أو فإنه يجب تغييره، يجب تغييره ولا يجوز بقاؤه. فالاسم يعبد لله عز وجل، أو يقال محمد أو علي من الأسماء الطيبة، فإن الاسم له تأثير على المسمى، الاسم له تأثير على المسمى، فإذا كان الاسم حسنا فإنه يؤثر على المسمى، وإذا كان الاسم قبيحا فإنه يؤثر على المسمى ويحدث كراهية عند الناس وتشاؤما عند الناس. وإني سميتها مريم، ثم إنها دعت ربها لها، فهذا فيها أن الوالد يدعو لأولاده بالصلاح. سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أعيذها أي ألجئها إليك، فالاستعاذة هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به من كيد الشيطان. وإني أعيذها بك أي بالله سبحانه وتعالى وذريتها، ذرية هذه الطفلة من الشيطان الرجيم،
فهذا فيه دليل على الدعاء للأولاد والذرار بالصلاح، وأن ذلك ينفعهم بإذن الله. أجاب الله سبحانه وتعالى، استجاب الله دعاءها فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبل الله هذه الطفلة ودعاء والدتها بقبول حسن، لأن الله قريب مجيب سبحانه وتعالى، قريب لمن دعاه. تقبلها ربها بقبول حسن وكفلها زكريا، كفلها بقبول حسن وكفلها زكريا بقراءتين، كفلها بالتشديد أو كفلها بالتخفيف، قراءتان، وأنبتها نباتا حسنا، أنبتها الله في شبابها نباتا حسنا، فكانت حسنة الخلقة وحسنة المنظر، بهية الطلعة. وكفلها زكريا، زكريا نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وزوجته خالتها، خالة هذه الطفلة. وبنو إسرائيل تشاحوا في أيهم يكفل مريم، كلهم يريد أن يكفلها، فعملوا القرعة، عملوا إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني اقترعوا، لأن الناس إذا تشاحوا كل واحد يريد أن يفوز بهذا الشيء فلا بد من القرعة، إن ظهرت له القرعة يكون له الحق. فبنو إسرائيل عملوا القرعة فظهرت القرعة لزكريا عليه السلام، وصادفت محلها، وكانت خالتها أخت أمها مع زكريا، والخالة بمنزلة الأم. كفلها زكريا نبي الله عليه الصلاة والسلام، وكفلها زكريا. ثم إنها لما كبرت، كانت عند زكريا وعند خالتها، فلما وكانت عابدة تقية نشأت على الصلاح وعلى العلم والتقوى، فلما كبرت فإنها احتجبت عن الناس، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اتخذت من دونهم حجابا. شوف الغيرة وشوف وعزل النساء عن الرجال. فيها الآن من أهل الشر من يقولون: لماذا تعزلون النساء عن الرجال، لماذا تعزلون النساء عن الرجال، خلوهم يختلطون. هذه مريم اعتزلت وانحازت إلى مكان تعبد الله فيه وتصلي فيه مستورا عن الناس خوفا من الفتنة، فدل هذا على أن عزل النساء عن الرجال وراء ستر أن هذا موجود في بني إسرائيل، موجود في بني إسرائيل في الأمم السابقة. فمن الذي ينكر هذا؟ اتخذت مكانا تصلي فيه يسمى المحراب، والمحراب هو المصلى، ليس المحراب ما يطلق عليه الآن اللي هو
الطاق الذي يكون في قبلة المسجد يسمى المذبح هذا والطاق، هذا علامة على القبلة فقط، وإلا المسجد كله يسمى محراب لأنه مصلى، المحراب يطلق على المصلى. وأما ما يسميه الناس المحراب فهذا إنما هو علامة على القبلة. فلو أنك دخلت مسجدا ليس فيه هذه العلامة ما عرفت القبلة، لا تعرف أين القبلة، فهذا يجعل علامة على القبلة ويكون فيه الإمام محاذيا له يتوسط في الصف كما هو السنة. كلما دخل عليها زكريا المحراب أي المكان الذي تصلي فيه وانعزلت فيه عن الناس، من يجيب لها الطعام والشراب وهي في هذا المكان المنعزل؟ الله يأتي لها بالرزق، الله يأتي لها بالرزق. كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني مصلاها وجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا، وهي ما يدخل عليها أحد ولا يجيها أحد ولا هي بتخرج هي تجيب من السوق ولا منين يجيها؟ من الله جل وعلا. وهذا من كرامات الأولياء، هذا من كرامات الأولياء. قالوا يجد عندها فاكهة الصيف في وقت الصيف، ويجد عندها فاكهة الشتاء في وقت الشتاء. تعجب عليه السلام، امرأة منعزلة لا يدخل عليها أحد وهي ما تخرج، وكل ما دخل عليها ما هم مرة ولا مرتين يعني متواصل، كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا، من أين جاءك وأنت لا يدخل عليك أحد ولا تخرجين؟ قالت هو من عند الله، هو من عند الله، الله هو الذي يأتي به لها بواسطة الملك والله أعلم يحضره لها. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي من غير أن يحتسب، أنا ما رحت ولا جيت ولا جاني أحد ولا احتسبت هذا، ولكن الله أتى به من عنده سبحانه وتعالى، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فهذا يؤخذ منه صيانة النساء عن الرجال والحجاب، ويؤخذ منها قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنه من توكل على الله كفاه ورزقه من حيث لا يحتسب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما رأى زكريا عليه السلام، لما رأى ما فعله الله بهذه العبدة الصالحة الكريمة وما أكرمها به، وكان ليس له أولاد، كان لا ينجب عليه السلام، فتذكر لطف الله جل وعلا فدعا ربه بالذرية. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لما رأى صنيع الله وإكرامه لهذه المرأة بسبب تقواها لله وعبادتها، فإنه رجا، قوي رجاؤه بالله سبحانه وتعالى على حالته أنه كبير السن وأن امرأته عاقر لا تنجب،
لا تنجب امرأته عاقر وهو كبير السن، لكن لم ينقطع رجاؤه بالله عز وجل ولم يقنط من رحمة الله ولم يترك الدعاء ولم يقل إن الدعاء لا ينفع، دعا ربه سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك من عندك ذرية طيبة. شوف ما قال ذرية فقط، قال ذرية طيبة، أما الذرية غير الطيبة فلا تنفع وضررها أكثر. إنما دعا ربه بذرية طيبة صالحة، هب لي من لدنك ذرية طيبة، توسل إلى الله وقال إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء، توسل إلى الله بأسمائه سبحانه وتعالى، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فهذا فيه التوسل إلى الله بأسمائه، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. في موقفه هذا وهو يصلي في المحراب، يعني في مصلاه قائم يصلي، نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني في المصلى المخصص له عليه الصلاة والسلام، نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، استجاب الله له أن الله يبشرك بيحيى، ثم ذكر أوصاف يحيى عليه السلام، هو قال ذرية طيبة، استجاب الله له بأن أعطاه يحيى، واستجاب الله له أيضا أن جعل يحيى من أطيب الناس، ذرية طيبة، أن الله يبشرك بيحيى، فهذا فيه أن المسلم يبشر بالخبر السار، يبشر بالخير، يبشر بالخبر السار. هذا الله سماه يحيى، الله سماه يحيى، فالله هو الذي سماه بهذا أن الله يبشر، وهذا من عناية الله، من عناية الله به أن الله يبشرك بيحيى، ثم وصفه بصفات عظيمة مصدقا بكلمة من الله، يحيى مصدق بكلمة من الله، ما معناه؟ معناه أنه يؤمن بالمسيح، المسيح ابن خالته، المسيح عيسى ابن خالته، مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بالمسيح عليه الصلاة والسلام، لأن المسيح هو كلمة الله، بمعنى أنه وجد بالكلمة بقوله كن من غير أب، وجد بقول الله له كن من غير أب، فسمي كلمة الله، مصدقا بكلمة من الله، هذا هو صفاته، أنه يصدق برسول الله عليه الصلاة والسلام، مصدقا بكلمة من الله. الصفة الثانية وسيدا، سيدا يعني له شان، له شان في العلم وشان في العبادة وشان في المرجع يرجعون إليه، هذا هو السيد، السيد هو الذي يرجع إليه قومه وكبيرهم ومرجعهم وعالمهم وعابدهم، هذا صفة يحيى عليه السلام، صدقا بكلمة من الله، ما هو من سائر الناس، بل هو سيد عظيم وحصورا. الصفة الثالثة حصورا،
اختلف العلماء في تفسير هذه الكلمة حصورا، قال بعضهم وهو المشهور أو الكثير أنه لا يأتي النساء، الحصور الذي ليس فيه شهوة ولا يأتي النساء، ولكن تعقب هذا بعض المفسرين كابن كثير رحمه الله وغيره لأنه يعتبر أيضا، والأنبياء ليس فيهم عيوب، ليس فيهم عيوب، فعدم الشهوة هذه نقص وعيب، فلا يمكن أن يوصف نبي الله يحيى بها، ولكن يكون معنى حصورا وهو المعنى الثاني أنه كاف نفسه عن المعاصي، حصر نفسه عن المعاصي والمخالفات، حصور صيغة مبالغة، يعني حصر نفسه عن محارم الله سبحانه وتعالى، هذا هو الوصف اللائق بنبي الله عليه الصلاة والسلام، وحصورا مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا، ثلاث صفات، والرابعة ونبيا، هذه أعظم، نبي هذه أعظم، أعظم الصفات النبوة، فيحيى عليه السلام نبي، ابن نبي، نبي وابن نبي، وابن خالة رسول وهو عيسى عليه السلام، فهو من بيت طيب، من بيت طيب، ونبيا من الصالحين. تعجب زكريا عليه السلام انه رجل كبير، قد بلغت من الكبر عتيا، اشتعل الرأس شيبا، والعادة ان الكبير ما فيه قوة ولا فيه، فهو كبير، وامرأتي عاقر، أنى يكون، قال ربي أنى يكون لي ولد، قال ربي أنى يكون لي ولد، من أين يكون لي ولد وقد بلغني الكبر، بلغني الكبر، هذه ناحية. الناحية الثانية وامرأتي عاقر لا تلد، الأسباب ما في أسباب للولادة، ولكن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، الله لا يعجزه شيء، الله جل وعلا لا يعجزه شيء، ولا معروف أن أسباب الولادة ما هي موجودة في زكريا ولا في زوجته، لكن الله لا يعجزه شيء. قال كذلك، أي الحال كما ذكرت أنك كبير السن وأن امرأتك عاقر، الأمر كذلك، يعني لو نظرنا إلى الأسباب ما في أسباب، ولكن الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، يعني لا يعجزه شيء، فهو القادر. وفي الآية الأخرى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فالذي خلق زكريا وهو لم يكن شيئا من العدم قادر على أن يوجد له ولدا في حالة كبره وحالة امرأته، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. من حرص زكريا عليه السلام على حصول هذا الشيء، قال رب اجعل لي آية، أي علامة أعرف بها أن زوجتي حملت، لأنه عنده استبعاد، عنده استبعاد أنها تحمل، قال رب اجعل لي علامة أعرف بها إذا حملت زوجتي حتى يطمئن قلبه. قال رب اجعل لي آية، أي علامة على حمل زوجتي. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال إلا رمزا، يصاب
بحصر الكلام فلا يتكلم، هو كان فصيح ويتكلم ويخطب، ثم يصاب في إذا حملت امرأته يصاب بأنه يمسك لسانه عن الكلام. هذه آية وعلامة من على حمل امرأته. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني بالإشارة يشير إليهم فقط، إلا رمزا أي بالإشارة، ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، يعني ليس فيك مرض، ليس فيك خرس، وإنما هذا مانع عارض وسيزول. لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ثم أمره سبحانه أن يشتغل بذكر الله في هذه الحالة، لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا، وسبح بالعشي آخر النهار أو الليل والإبكار أول الصباح. أمره الله بالذكر والعبادة في هذه الحالة. فهذا حاصل ما قصه الله سبحانه وتعالى عن قصة زكريا العجيبة، وقصة مريم، وقصة مريم ستأتي، وإذ قالت الملائكة يا مريم، سيأتي إن شاء الله الدرس القادم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، ما معنى أن الكفار مخاطبون بأصل الإيمان وبفروع الشريعة؟ هذا في خلاف، أنهم يخاطبون بفروع الشريعة في خلاف بين العلماء، يخاطبون بالإيمان، فإذا آمنوا يخاطبون بفروع الشريعة، أول ما يخاطبون بالإيمان والإسلام، فإذا دخلوا الإسلام خاطبون بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج، أما قبل أن يسلموا فلا يؤمرون بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج، لأنه لا تصح منهم عبادات، لا تصح منهم إلا بعد الإسلام والنطق بالشهادتين. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. فهم لا يخاطبون بفروع الشريعة حتى يسلموا. نعم. يقول: متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، والضرورة إلى طلوع الفجر. نعم. يقول: عندي سيارة حافلة صغيرة أنقل بها الطالبات من منازلهم إلى مدارسهم، هل يجوز لي هذا العمل؟ إذا كانت الطالبات محجبات ولا يركب معك واحدة فقط بل يكون جماعة، أو معك امرأتك تركب معك امرأتك، فلا بأس بذلك. أما أن تركب أنت وواحدة من الطالبات هذا خلوة لا تجوز. نعم. هل يجوز طلاء وتلبيس المنازل بما يسمى بالحجر الفرعوني؟
هل يجوز طلاء وتلبيس المنازل من الخارج بما يسمى بالحجر الفرعوني؟ ما أعرف الحجر الفرعوني، أنا ما أعرف الحجر الفرعوني. نعم. يقول سماحة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك فيكم، صدر قرار عسكري في بلدي يلزم كافة المتمسكين باللحية أن يخففوا من لحاهم، وقد أصبح أكثر الشباب في حيرة من أمرهم، مع العلم بأن بعضهم قد جدد عقده العسكري، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ هذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، فلا تطيعوهم في هذا، لا تطيعوهم في معصية الله، وإذا أصروا اطلبوا العمل عند غيرهم، الأرزاق كثيرة لله الحمد، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما هو بالرزق محصور في هذه الجهة فقط. نعم. يقول أنا موظف في شركة وجئت للزيارة، ولكن حصلت لي ظروف خاصة تأخرت عند نعم. يقول أنا موظف في شركة جئت للزيارة وحصلت لي ظروف خاصة تأخرت عن العودة مما تسبب في إنهاء خدمتي من تلك الشركة، وسألت عن الحل فقالوا لن تعود إلى وظيفتك إلا إذا جئت بشهادة مرضية تفيد بأنك كنت محجوزا بالمستشفى خلال فترة الغياب عن العمل، فهل إن فعلت ذلك للضرورة علي إثم في ذلك؟ نعم هذا كذب ولا يجوز، كذب واحتيال، تكلم بالصدق وقل إني تأخرت لأني ما حصل إني أرجع لعائق صحيح، اذكر العائق الصحيح اللي منعك، أما أن تذكر عائق كذب وليس صحيحا هذا لا يجوز، وعليك بالصدق، والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. هل تقصد التعزية والذهاب للتعزية في البيوت غير جائز، وما الضابط في ذلك؟ هل ايش تقصد التعزية؟ تقصد التعزية. نعم. والذهاب لتأدية التعزية في البيوت غير جائز، وما الضابط في ذلك؟ تعزية مستحبة إذا لقيت المصاب بموت قريبه، أن تقول له أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، إذا كان الميت مسلما تقول غفر الله لميتك، ولا حاجة إلى اجتماع ولا حاجة إلى سفر، عندك الجوال عندك التلفون تكلمه وكأنك حاضر عنده كأنك في حضرته. نعم. ما حكم إعارة الأواني والمفارش لأهل الميت مع العلم أنهم يحتفظون بها إلى أن يجعلوا كما هو معروف في بلادنا أسبوعا أو 40 يوما، وهل هذا أو هذا من البدع كما هو معلوم، ما الحكم في ذلك؟ ما حكم إيش؟ إعارة الفراش والأواني لأهل الميت. هذا إعانة لهم على شيء لا أصل له، هل المآتم وهل الحفلات اللي تقام لا أصل لها، وهذا من الآثار والأغلال والتكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان، فأنت إذا أعرتهم أعنتهم على هذه الأمور. نعم. هل يجوز للمرأة النفساء أن تجمع الأهل وغيرهم في اليوم الثالث أو الرابع من الولادة نظرا لعدم وجود من يكفيها مؤونة لأعمال المنزل إلى أن تقوم بالعافية؟ هل إيش؟ هل يجوز للنفساء المرأة النفساء أن تجمع الأهل وغيرهم في اليوم الثالث أو الرابع من الولادة لمساعدتها لعدم وجود من يكفيها مؤونة في الأعمال المنزلية؟ إذا احتاجت إلى من يساعدها تطلب من أقاربها أو قريباتها ما من تساعدها، لا بأس بذلك للحاجة، ولا يختص هذا باليوم الثالث ولا بالعاشر ولا حسب الحاجة. نعم. يقول هل نغسل أفواهنا بعد شرب الحليب كما ثبت ذلك في السنة أو نعم، أيضا نعم
إذا أكل الإنسان شيئا فيه دسومة أو شرب اللبن فإنه يغسل فمه ويتنظف، خصوصا إذا أراد النوم ما ينام فيه رائحة اللبن أو الحليب أو رائحة اللحم، ينظف فمه من هذه الروائح. هذا من ناحية الشرع، ومن ناحية الصحة أيضا، فإنه إذا نام ولم يغسل فمه تصاب أسنانه، تغير رائحة فمه، فيه فائدة صحية وفيه فائدة شرعية. نعم. هل يجوز التداوي بشحم الذئب؟ لا يجوز، الذئب حرام، شحمه ولحمه ودمه وجلده كله حرام، سباع ما يجوز هذا. والتداوي لا يكون بالحرام، قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام، قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، دواء مباحا، ما ترك الله شيئا من الدواء إلا أنزله، فيبحث عن الدواء المباح ولا حاجة إلى الدواء المحرم. نعم. يقول ما حكم المال الذي تقدره المحكمة للمطلقة وتعتبره نفقة لها ومن حقوقها؟ ما في إشكال، إذا قدرته المحكمة الشرعية لها فهو مباح لها وحق لها. نعم تأخذه. نعم. ماذا يجب على المرأة المعتدة من وفاة الزوج أو من الطلاق؟ المعتدة من الوفاة يجب عليها أمور، أولا أن تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إذا تيسر هذا، أما إذا لم يتيسر إنها تتحول إلى بيت مناسب. الأمر الثاني أنها تتجنب الزينة، تتجنب الزينة في لباسها، تتجنب الزينة بالحلي، تتجنب الزينة بالأصباغ في بدنها، تتجنب الزينة بأنواعها. الأمر الثالث أنها تتجنب الطيب، فلا تتطيب ما دامت في العدة، تتجنب أنواع الطيب، وهذا ما يسمى بالإحداد، وهو من أحكام العدة للوفاة. أما المتوفى، أما المطلقة هذه ليس عليها إحداد، ليس عليها إحداد، لكنها تلزم العدة ولا تخطب، لا تجوز خطبتها ولا تتعرض للناس بالزينة، فهي تلازم العدة إلى أن تنتهي. نعم. من مات وترك زوجة وإخوة أشقاء، ما نصيب الزوجة من الميراث وليس لهم أولاد؟ من ترك، مات وترك زوجة وإخوة أشقاء وليس لهما أولاد، ليس لهما أولاد، من هم اللي ما لهم أولاد؟ الزوجين. ما أدري، هذا يحتاج إلى إثبات، المواريث تحتاج إلى إثبات عند المحكمة، ربما يكون هناك ورثة ما درى عنهم السائل أو ما ذكرهم السائل، فلا نقول الزوجة كذا والإخوة لهم كذا حتى يثبت هذا عند القاضي، إن ما فيه ورثة غير هؤلاء. نعم. هل يؤتى بذكر دخول الخلاء كلما دخلنا إليه مثلا من أجل أن نملأ ماء من الأوان من الحنفية في الأواني أو غير ذلك، أو عند قضاء الحاجة فقط؟ نعم، عند دخول الخلاء تقول بسم الله، سواء تريد قضاء حاجة أو أخذ شيء، أو لأن الخلاء معه الشياطين، فإذا قلت بسم الله طرد الشياطين عنك ولا تصيبه. نعم. ما نصيحتكم لمن عنده بنات والبلد فيها اختلاط في التعليم من المرحلة الابتدائية؟ أن يختار لها مدرسة في البيت، يختار تدريسها في البيت،
أو إن أهل الخير يجتمعون ويكونون مدرسة لبناتهم مدرسة أهلية على حسابهم. وأما الاختلاط فلا يجوز، الاختلاط في التعليم لا يجوز بين الذكور والإناث. والدراسة ليست ضرورية، دراسة اللي فيها اختلاط لا تجوز وليست ضرورية، لكن إذا تيسر دراسة ما فيها اختلاط فبها ونعمة، إذا ما تيسرت فالحمد لله ما هي ضرورية. إذا تعلمت أمور دينها كيف تصلي وكيف تتوضأ وكيف، إذا تعلمت أمور الدين يكفيها هذا. نعم. يقول إذا حصلت على حقوق من الدولة، حقوق نهاية الخدمة مثلا 100,000 ريال، هل في هذا المبلغ زكاة؟ نعم، إذا اجتمع عندك نقود من الخدمة ومن غيرها وحال عليها الحول وبلغت النصاب، بلغت النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. نعم.